السلام عليكم، كنتمنى تكونوا كاملين بخير. مرحبا بكم في فيديو جديد ديالي. الفيديو ديال اليوم غادي يكون على كما كدرت لكم قبل تجربتي مع امتحان البكالوريا، يعني ديال الثانيه بكالوريا. فدابا غادي نهضر لكم على تجربتي مع امتحان الجهوي، يعني ديال السيزيام. بما انكم سولتوني قلت لي عاود حاولي انك تري ناقص تعاودي لنا كيفاش كانت تجربتك مع الامتحان الجهوي وكذا. فقررت انني نديرها لكم في هذا الفيديو باش تكون هكاك تستافدوا منها، تحاولوا انكم تستافدوا من الحوايج اللي درت، وعاونوني باش نجيب النقطه مزيانه في الامتحان ديال السيزيام، وتفادوا الاخطاء اللي كنت درت هما باش ما ديروش بحالهم. ان شاء الله يكون كل شيء هو هذاك. بون دابا بلا ما نطول عليكم، خلينا نبداو في الفيديو ديالنا. وقبل من كل شوف كاع لي فيديو كما كنقول لكم، ما تنساوش انكم تتابعوني على الانستغرام ديالي خاص بهذه القناه، نخلي لكم هنا في الجنب باش تما تسولوني على اي حاجه بغيتوها كنجاوبكم هكاك مباشره، ولا كان شي اسئله كتعاود بزاف فكنحاول انا نديرها على شكل فيديو. دونك دابا خلينا نبداو في الفيديو ديالنا. امتحان ديال الجهوي هو كاي امتحان، عندنا امتحان ديال الجهوي، امتحان ديال البكالوريا، الاهميه ديالو حنا عارفينها كاملين، كتكمل هو انه مكمل لامتحان البكالوريا. دونك بحال كيقسموا لكم امتحان البكالوريا على جوج اجزاء، السيزيام والباك، بلاص ما انهم يخلوا لكم كل شيء في عام واحد ويكون يكون الضغط عليكم، بحاولوا انهم يحيدوا لكم المواد الادبيه في السيزيام ويخليوا لكم مواد العلميه في الباك. دونك المواد على حسب الشعبه ديالكم، يعني ماشي كلشي كيدوز الادبيه في السيزيام والعلميه في الباك، كل واحد على حسب الشعبه ديالو. فكيكون عنده المواد اللي ماشي من الاختصاص ديالو كتكون في السيزيام، والمواد اللي من الاختصاص ديالو كتكون في البكالوريا. دونك هذا هو الجانب الايجابي اللي عندنا في السيزيام، وانه بحال كتقول كيحيد لكم ستريس، كيحيد لكم الضغط، وكينقص عليكم بزاف ديال الحوايج، يعني كتوليو تراجعوا عام هكا وعام هكا. ندوزو دابا بالنسبه للامتحان ديال السيزيام، بقى لكم ليه والو شهر ان شاء الله وغادي يكون لكم. هو واحد الامتحان اللي راه ساهل بزاف، وانا ديما كنقول لكم فريمون سيزيام باك راه ساهل ساهل، ما تبقاوش تخلعوا، باسكو فريمون اكبر حاجه كديروها هي انكم كتخلعوا كتستريسوا. ستريس والخلعه كيخليو ان ما كتركزوش في حوايج ديال الحوايج اللي كتراجعوها، كتوليو باغيين غير تزربوا حيد هادي حيد هادي، باغيين تكملوا كلشي. الوغ كو انا كنفضل ان الواحد يراجع واحد الكميه اللي هي محدوده ديال الحوايج، يكون راجعهم بالتركيز وشادهم مزيان، على انه يبقى غير نكمل هذه خصني نكمل هذه، كيحس براسو انه خاصو غير يكمل المزو. الوغ فاش جيت سولو تلقى ان نص الحوايج ما كابتاهمش. دونك انا كنحاول انني نقول لكم حاولوا تركزوا في اي حاجه كديروها، دونك ما تحاولوش انكم تبغوا تراجعوا كلشي دقه كلشي، المهم تكملوا كلشي، هو تكملوا كلشي، ولكن حاولوا انكم ديروا داكشي بالتركيز، حيدوا لكم الخوف، حيدوا ستريس، باسكو فريمون كيخرجوا على نسبه كبيره ديال البشر الخوف والستريس كيخرجوا اليوم. نجيو دابا كيفاش دوز انا الامتحان ديال السيزيام ديالي. قلت لكم باقي لكم شهر واحد، كاين شي وحدين يقول لك باقي ما بديتش، كاين شي وحدين غادي يكونوا بداو وكملوا، كاين شي وحدين كملوا من شحال هذه دابا كيديروا غير في المراجعه، كاين شي وحدين يقول لك انا ما بديت والو، انا باقي ما درت والو، انا غا جالس. حنا غادي نهضروا على لي كاتيجوري كلهم. بقى لك شهر، شهر ديال التركيز، شهر ديال القرايه. راه شوفوا النهار عندكم فيه ما فيه كفايه وكفايه كفايه ديال الوقت اللي تقدروا ديروا فيه اي حاجه، خصوصا رمضان. عرفتي الواحد يلا يعرف ان رمضان من الحوايج اللي يقدر يخلي، يعني خصوصا ان رمضان ان شاء الله قرب لينا، فهو من اكثر الشهور اللي تقدر دير فيهم بزاف ديال الحوايج، باسكو كيكون عندك الوقت خاوي، كيكون عندك النهار تقريبا خاوي وكتكون مركز. كاينين الناس اللي حقوا بزاف ديال الحوايج في رمضان، هو انه كيلقى راسو انه كيقدر يراجع بزاف في رمضان، انه ما كيكونش عنده بزاف ديال لي طاش يديرهم، ما كيكونش كيخرج بزاف، دونك كتكون الخروج كاين غير في الليل، دونك النهار كيكون عندك في الدار دونك ديال المراجعه. المهم حاولوا انكم تستافدوا من هذه القضيه. حاجه اخرى كما قلت لكم، شهر حاولوا تراجعوا على الاقل على الاقل 4 سوايع الفوق في النهار، 4 سوايع، 5 سوايع، 6 سوايع، هادو الايديال، غير الا كانوا بالتركيز، 5 سوايع حتى 6 سوايع في النهار بالتركيز، محضر في عقلك وحيد كاع المشتتات وراجعتي فيهم مزيان، عندك 6 سوايع ما كانش شي حاجه لهاتك اولا كذا اولا كذا، ف راه اللي ما عمره اللي باقي ما حفظ راه يقدر يحفظ العجب 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 الا قدر انه يركز ويحيد عليه ستريس. دونك بقى لكم شهر تنظيم الوقت، راه درت لكم فيديو ديال تنظيم الوقت، تلقاوه في صندوق الوصف، سيروا قراوه، سيروا شوفوه باش تعرفوا كيفيه تنظيم الوقت، هذا غادي يفيدكم بزاف، سورتو الناس اللي كيقولوا الوقت ما عنديش وكذا وهادي والنهار عامر. فتماك حاولت انني نعطيكم داكشي بالتفصيل وعطيتكم كلشي اللي يزيد اللي يقدروا يعاونكم، دونك خليه تماك باش تمشيو تشوفوه. انا في السيزيام ديالي كان واحد السيزيام اللي فريمون واو، باسكو فريمون اول عام ما غاديش نحس بالخلعه ولا ستريس، فريمون تصدمت في راسي، الوغ كو جو سوي انا دو جون اللي كيتستريس بزاف كيتخلع بزاف، حتى جيت في هذيك اللحظه كنقول واو كنقول فين هي الخلعه، وليت كنمشي لماما كنقول لها ماما ما عرفت مالي ما فيهاش الخلعه،
لا شي حاجه، شي حاجه ماشي لوجيك باش تشوفوا ان طبيعه الانسان ملي كتكون مولف راسك كتخليها، فاش ما كتخرجش كتقول لا شي حاجه خايبه، لا 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 خاصني ندخلها، خاصني ندخلها، ملي ما ندخلهاش يعني ما نجيبش مزيان، خاصني ندخلها. الوغ كو بالعكس كان كيقولوا لي ويلي الناس راه ما خصهمش يدخلوا. فغيمون لقيتها انها حاجه ايجابيه درات ليا، باسكو كون دخلات كان كنت ما غاديش نجيب ديك النقطه اللي جبت. الوغ كو جبت لا نوت اللي ما كنتش متوقعه صراحه، ما كنتش متوقعه انني غادي نجيب 16 دو مويان في الجهوي. كنت كنقول اللي نقدر نجيب اقل، نقدر كذا نقدر كذا، كانوا كيخلعونا الناس الا تحتي عند المصحح، الا تحتي عند المصحح وكذا، الا تحتي عند هذا وما يقدر ما يعطيكش النقطه ديالك اللي يعني تماك يقدر ما يعجبوش دوك الشيء. المهم هاد الحوايج كيقول لكم الناس حيدوهم من بالكم، باسكو فاش كتمشيو تركزوا على الهضره ديال الناس فريمون كيخلعوكم اكثر وكت قعوا ثاني كذا. دونك ركزوا على قرايتكم، ركزوا على داكشي، حيدوا ستريس، حيدوا كلشي، باسكو غادي تشوفوا كل النتائج غادي يكونوا كيما بغيتوها. حيدوا ستريس وراجعوا بارتياح، وبحال فريمون غادي نمشي ندوز الامتحان ديالي عادي شنو كاع كاين. المهم توكل على الله وان شاء الله يكون خير. ندوز دابا للمواد. كاين اجتماعيات فرونسي باسكو انا كدير يعني عندهم بكالوريا سيونتيفيك، راه عارفين كو سيزيام عندنا فرونسي، عندنا لاغاب ليستوار جيو و ليدوكاسيون اسلاميك. دونك اربعه ديال المواد عندنا كندوزوهم، خاصهم شويه ديال كدا. سورتو انا اللي دايرين علمي كيقول لك لا انا الحفاظه ما عنديش مع حدا، حتى انا من داك النوع اللي ما عندوش مع الحفاظه. دونك نحفظ 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 ما عنديش مع، انا نشد هكا كرجه نحفظ يعني مشي ليا حرف واحد صافي مشى ليا كلشي. لا انا كنحاول انني نفهم، كنفضل انني نفهم على انني نحفظ. هادو من المميزات اللي كيكونوا عند تقريبا اللي دايرين الشعبه العلميه، كيفضلوا انهم يفهموا على انهم يحفظوا، يبركوا غير يحفظوا يحفظوا، كيبغيو انهم يفهموا مثلا يفهموا علاش كيهضر داك الشيء ويديروا التلخيص ديالهم، ياخذوا النقط يعني الاساسيه وهما يديروا لا ريدكسيون ديالهم، يعني هما يديروا داك الشيء على حساب التعبير على حسابهم هما، وداك الشيء اللي مزيان. دونك اول حاجه نهضروا عليها هو الفرونسي. الفرونسي بزاف منكم عارفين كو عندنا 3 ديال لو رومون، 3 ديال لي رومون كترجعهم بزاف كدا، كيعطيكم اكستريم نو اسئله وكدا وهادي وهادي، نفس الحوايج كيتعاودوا. دونك خاصك تصيب بزاف ديال الامتحانات ديال البكالوريا، تحاول انك دير راسك فحال كدوز امتحان، يعني خذ لك واحد ساعتين مثلا صافي، انا ساعتين تحطت ديك الورقه مثلا، خذ امتحان يعني نموذج ديال شي جهه هكا وحطو وخدموا لك ساعتين هكا، هذاك فاتني بزاف. سورتو انا هذا كان عندي من هذا كان عندي في سيزيام، هذا الكتاب كان عندي في سيزيام 20/20، فكنت كنصيف فيه الامتحانات. هذا اصلا ديالي دونك يعني راه طبعه ديال 2011. المهم كنت كنخدم فيه التمارين، كنت كندير راسي بحال كندوز امتحان وهكا، وفادني بزاف بزاف بزاف، يعني صافي كتولي تخدم هكاك اليز. عندكم لي رومون كدا برودكسيون اكريت كتبقاو يعني خصكم تحاولوا انكم تمرنوا عليها وكدا التعابير وهكا وهكا وهكا. نجيو الخطا اللي كيوقعوا ليه بزاف، انا الحمد لله ما حاولت اني نوقع في هذا الخطا، هو انكم فاش كتقراو لي غومون في القسم مثلا كيعطيكم اكستريم اكستريم اكستريم، يعني كيعطيكم اكستريم لان كتقراو البروف ماشي كيقرا معكم الغومون من الاول حتى الاخر. بحال حنايا فاش كنت انا كنقرا ضروري ما غاديش يقدر يهضر لك الغومون كامل يقرا عليك، وكل واحد كل بارتي غادي يدير لك فيها يدير لك فيها. دونك غومون واحد ولا يقدو في العام، الوغ كو حنا عندنا ثلاثه ديال لي رومون دونك خصو يكملهم كاملين. دونك ياخذوك اكستريم من هذا اكستريم من هاد شابيتر اكستريم من هذه اكستريم من هذه وكيعطيكم. دونك الا كنتي من داك النوع اللي كدغى بدوك لي اكستريم وتقول صافي غادي يدير نو 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 اي نو، خاصك تقرا لي رومون كامل. كاين بزاف ما كيقراوش لي رومون، تقول لي واش قريتي لي رومون، نقول لك ما قريتوش، انا كاع ما قريت لي رومون، ما كملتش لي رومون، انا قريت غير لي اكستريم. نو قرا لي رومون من الاول حتى الاخر، هذه كانت من الفائده اللي فاتني بزاف، قريت الغومون من الاول حتى الاخر، حاولت انني نفهمه كامل. حيت ضروري كاين واحد تما كيقول لك سيتوياسيون دو باساج، الا ما كنتيش قريتي الغومون ما غاديش تعرف سيتوياسيون دو باساج، باسكو في الامتحان ما غاديش يقدر ما يعطوكش ليكستري دوزتي اصلا في القسم، ما يعطوكش اكستري اللي ما عمرك ما دوزتيه في القسم ويحطوا لك تماك. دونك كيفاش تعرف لا سيتوياسيون دو باساج وانت ما قريتيش الغومون كامل؟ دونك حاول انك تقرا الغومون من الاول حتى الاخر باش تفادى هذا الخطا. فهذه كنت درتها مزيان ودخلت هكاك وخدمت والحمد لله داز داكشي كيما هو. فالحمد لله حتى جبت 18.5 في الفرونسي، وفريمون ما كنتش متوقعاها باسكو عشان ما كنتش متوقعها، حيت كانوا كيقولوا لي كوم كوا راه يقدر ما يعجبش البرودكسيون انكريت ديالك لهذاك المصحيح، يقدر كذا. فريمون الهضره ديال الناس اللي تبعتوهم ما غادي يديروا والو، غادي يخلعوكم صافي. انا كنت كنقولوا صافي كاع الا ما عجبتوش ماشي شغلي وصافي،
ما كنتش عاطيه اهتمام للهضره ديال الناس، فهذا الشيء كان من صالحي. هادشي اش كنقول لكم، ما ديوهاش في الهضره ديال الناس السلبيه، ديوها في الهضره الايجابيه. راه الناس بزاف اللي جابوا نقطه مزيانه في الامتحان ديالو. من بعد كيجي الشمايات. الشمايات هي ما تكونش من داك النوع اللي حفظ 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 حفظ، شد ليا باراغراف وحفظ وقول لك عرض عليك نعرض عليك نعرض عليك نعرض، وتحفظ داكشي باغ كور. نو، عرفتي ديك باغ كور باغ كور باغ كور، تحفظهم كلهم غيمشي لك كلمه واحده مثلا. سورتو انا كاين شي وحدين كيشدهم ستريس، تخلعتي مشي لك الاول تقول اش باش كيبدا هاد الباراغراف، باش كيبدا باش كيبدا باش كتبدا، مشي لك الاولاني مشات لك الباراغراف كلها، مابقيت مازال عارف ما تحط كدوخ. اللي كنت درت وكنت هضرت لكم على، كان واحد البروف صراحه اللي كان كيعطينا الدرس فيه شي 5 حتى 6 صفاحي بلا 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 بلا. دونك كنت كنحاول انني نلخص هكا. مع الوقت كانوا قالوا لي كوا كاين واحد الاستاذ ديال الشمعيات كدا مزيان هكا هكا، شفت بزاف ديال الناس كيدخلوا عنده. ما دخلت عنده انا تقريبا حتى لورا العطله ديال الربيع، عاد دوزت معاه هكاك شي دو موا هكاك، كندير لينا جروب اكسيليري كيعطينا الملخصات باش زوين. داكشي كيعطيك ملخصات غير لي بوين، مثلا الدرس كله كتلقاه هذاك الكتاب الصغير فيه صفحه ونص الدرس كامل، دونك كيعطيك غير لي بوين رئيسيين اللي تركز عليهم، كيعطيك لي بوين رئيسيين اللي تشدهم في عقلك صافي. اون فوا كتكابطيهم كتولي دير التعبير ديالك بوحدك، راه ضروري غادي تكون دير التعبير. انا ما كانش عندي العربيه وكنت كندير التعبير وغاديين وهكا والحمد لله علينا. المهم حاولت انني نشد الاجتماعيات مزيان، كابطيتها مزيان وهكا وهكا، ركزت على هاد النقط الرئيسيه كما عطاني كما عطاونا داك البروف، درت التعبير ديالي، عطانا المصطلحات اللي غادي نقدروا نركزوا عليهم اللي فريمون نقدروا يتحطوا، فركزت عليهم حفظتهم هذوك المصطلحات، حاولت اني نفهمهم حفظتهم او ميم طون. الجغرافيا سهله تماما، جغرافيا غير فهمه، انا كتجيني غير فهمه، الوغ كو كان عندنا سؤال مقالي كان عندنا في التاريخ ديك الساعه، والحمد لله داز دوك الشيء هو هذاك. حاولت انني نخدم هكاك بالتعبير ديالي، خدمت ليا داكشي اللي عطاونا الجغرافيا، حاولت انني نخدمها حتى هي مزيان والحمد لله يسر الله وجبنا نقطه مزيانه في الاجتماعيات. كما كنقول لكم ما تبقاوش تعولوا على الحفاظه، عولوا على الفهم، سورتو نتوما سيونتيفيك دونك ضروري غادي تكونوا ضروري لكم الفهامه اكثر من الحفاظه والتلخيصات، وتحاولوا تشدوا غير النقط الرئيسيه سورتو في الاجتماع في التاريخ. التاريخ فيه هو اللي فيه اكثر كذا، دونك سنوات تواريخ الاحداث داكشي هو اللي تكتبوهم في واحد الورقه، ديروا واحد الملخص في واحد الدرس وان شاء الله غيكون خير. دونك دابا ندوزو للتربيه الاسلاميه. التربيه الاسلاميه حنا ديك الساعه دونك ما بقاش عندكم نتوما الارث، حنا كان عندنا الارث وصراحه كان كيعجبني الارث باسكو فيه داكشي ديال فيه المات وهكا وهكا مساله وهكا، ف فريمون كان مزيان الصراحه فاش كانوا دايرينو. فحاولت انك راه عارف التربيه الاسلاميه حتى هي راها فهامه تقريبا، يعني فهامه وكذا وتفهم الدرس تعطيه وقته وهكا، وان شاء الله كيكون كلشي هو هذا. كان عندنا كما قلت لكم الارث كنا كنحفظوا هادي شنو نديرو فهاد الحاله وهاد الحاله، كان كيعطونا حالات بزاف في المسائل، يعني خصك تخدمهم كاملين تخدم تمارين فيهم، داكشي كتخدم تمارين فيهم بزاف، خدمت الوطنيات بزاف 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 حتى صافي تمرنت وما بقاش عندي اشكال تماما في شي حاجه سميتها لا الشمعيات لا من ناحيه الفرنسي لا من ناحيه كذا. نجيو للعربيه، شتي فاش كيقول لك العود اللي تحقر العود اللي تحقر يميك بحال هكا. انا شحال هادي كنت كنقول العربيه انا ما عنديش مع العربيه كذا، انا ما عنديش مع العربيه ما عنديش مع كذا ما عنديش مع كذا، من كثرت ما عاودت بحال هكا صافي عقلك صافي كيقول لك صافي انت ما عندكش مع العربيه حتى كذا. فكنت مهملها وكنقول صافي عندها غير جوج عندها ما عامين جوج دونك نقدر نركز على الاخرين نخليها هي حتى الاخر ونزرب عليها واحد الزربه، فما رجعتهاش مزيان صراحه باسكو واحد الحاجه فاش كتكون ما ماشي هي راه تقدر تحببها لراسك، تقدر تحبب اللغه لراسك وتحببها هكا، ولكن من كثرت ما عطيت لعقلي لا ما عندكش مع العربيه ما عندكش مع كذا صافي وليت كنفر من ديك الماده، وكنت دغيا كنزيد ديك الساعه با مال وقال شي 4 جوغ هكا الاخرانيين راجعتها دغيا طليت على داك الشيء، حاولت الوطنيه تغدزت عليهم هكاك بزربه، وهذاك هو الغلط اللي درت في الجهاوي هو اللي طيح لي لا نوت ديالي، باسكو العربيه هي اللي كانت لا نوت ديالها طيحه، هي طيحت لي المعدل الوغ كو لي 3 زوتر ماتيير كانوا طالعين. دونك ما تحاولوش انكم تحقروا اي ماده باسكو اي ماده تقدر تطيحك، واخا تكون معامل جوج تقول فوالا نضرب في معامل اخرين اخرى واخا هكاك عادي، ولكن حاولوا تخدموا في كل شيء باش تكون النقطه ديالكم طالعه في كل شيء. فهذه هي الغلط الوحيد اللي كندرت هو انني ما ركزتش عليها، كنت كنقول ما عنديش معها الوغ كو داز الوقت دازت يعني مرات الايام وكذا، ولات العربيه كتعجبني بزاف
وليت كتبتي لي رومون اللي عندي، الكتوبه اللي عندي تقريبا كلشي بالعربيه. فلا بحال الكتوبه اللي كنوريكم، فلا بحال هذا يعني كل مره كنمشي نشري كنشري بالعربي باش تعرفوا انكم راه جوست كتعطيو عقلكم كتقولوا فوالا هاد الحاجه ما عاجبانيش، الوغ كي الا مشيتي حتى شفتيها بوجهه نظر اخرى وحاولت انك تعطيها وقت وكذا، فكتلقى ان واحد اللغه اللي هي زوينه. اي حاجه ما كتهضرش غير اللغه العربيه كنهضر عليها بصفه عامه، سواء اللي كيقولوا لك اللي كيقولوا الرياضيات ما كتعجبنيش او اللي كيقول الفيزياء ما كتعجبنيش، فهاد النظره الاوليه يعني الا ما عطيتيش وقت وحاولتي انك تحبب راسك، فكتلقى راسك انك ما عندكش معاه وعقلك صافي كيصدق هادشي وكيخليك ما عندكش معاه، الوغ كي عطيتيه وقت وحاولتي انك تعطيه وقته كما كتعطي الحاجه اخرى كتولي عاجباك هذيك الماده وكتولي فريمون كتعطي فيها اكثر. دابا اغلب كتبتي عندي بالعربيه، كنحاول كل مره نقرا شي حاجه بالعربيه، قليل الا قريت باللغات الاخرى، فكتشوفوا ان الحاجه اللي ما كتكونش كتعجبك شويه كتولي تعجبك ولكن ما عطيتيها وقت. وفوالا هذه كانت تجربتي مع الامتحان ديال الجهوي، ففريمون كما كنقول لكم امتحان سهل جدا، لي ماتيريال عندكم ساهلين بلا ما تكبروا الحوايج وتقولوا واو راه الحفاظه وهكا، فريمون خليو داكشي بسيط، حاولوا تعطيو وقت لاي حاجه وان شاء الله غادي يكون خير. ما تسمعوش الاراء السلبيه ديال الناس او لشي وحدين ما جابوش مزيان في السيزيام، باسكو انت ما عارفوش كي دوز السيزيام ديالو، كاين شي وحدين ما راجعوش ويقولوا لك ما جبتش مزيان لا صعيب، كاين شي وحدين كل واحد شنو الظروف اللي كان داز فيها، دونك الظروف ديال الشخص ماشي هو الظروف ديالك، انت تقدر تكون انك تقدر تجيب احسن منه، دونك ما تبقاوش تسمعوا الاراء ديال الناس، فتوكلوا على الله واعطيو الوقت الكافي، فعندكم الوقت الكافي كما قلت لكم شهر تقدروا تراجعوا فيه شحال من حاجه، غير نظموا الوقت ديالكم وتنظموا الوقت كما قلت لكم الفيديو نخلي لكم في صندوق الوصف. وفوالا هذه هي لا فيديو، كنتمنى ان تنال الاعجاب ديالكم تستافدوا منها، وهذا موفق للجميع، الله يعاونكم كاملين ان شاء الله تجيبوا السيزيام ديالكم الجهوي يكون بنقطه اللي بغيتو ونقطه مزيانه. يلا دابا نخليكم حتى المره الجايه إن شاء الله.